فرحان اخويا هاد المغرب هذا فرحنا وفرح جميع المغاربه الحمد لله الله يكمل عليهم بالخير بغينا نديو الكاس ان شاء الله صافي قولي لنا طامعين في الكاس شنو نضرب لنا بول شو غير هذا ابو فرنسا كريستيانو باي باي كريستيانو كريستيانو باي باي كريستيانو راس لافوكا كاين فرحانين بزاف 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 مغرب مغرب رجال جابوها ان شاء الله الحمد لله كانت ان شاء الله احنا غنضربوا مع الجي فرنسا الحمد لله الحمد لله المغرب الحمد لله يا المغرب فرحانه بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي وكنت متوقع الفوز اكيد لانه التفاؤل عند المغاربه كامله وبرافو عليهم لعبوا مزيان بينوا على الروح القتاليه في الرياضه كلهم كانوا في مستوى جيد فكنتمنى التوفيق ان شاء الله ونتمنى اننا نتاهلوا للفينال وناخذوا الكاس ان شاء الله مغربي هذا العام واو طبيعه الحال فرحان واحد الفرحه ما كتوصفش كنشكروا وليدات وليد الركراكي فرحه ما كتصورش ان شاء الله مادام وصلنا للدومي فينال نقدروا اننا نوصلوا للفينال ولما لا اننا نديو كاس العالم وتحيه للشعب المغربي كامل وتحيه للجميع وتحيه لهاد الوليدات اللي فرحونا المغرب في المربع الذهبي المغرب يتأهل الى نصف نهائي كاس العالم كاس العالم قطر الكبار في خطر كأس العالم قطر الكبار في خطر أين أنتم يا البرتغال خرجتم أين أنت يا رونالدو برا المونديال لن تحقق حلمك أطاحتك القرعة أمام المغرب بكيت ابكي يا رونالدو لأنك أمام الأسود لأنك أمام الأسود لن تبقى أسدا الأسود يبقوا دوما أسود قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.